روستنبرغ. كابتن عادل، إذا مباراة هامة جدا ستجمع تونس مع الكوت ديفوار، كما ذكرنا الكوت ديفوار الذي يسخر بترسانة من ألمع النجوم الذين طبعا ينشطون في أكبر الأندية والدوريات. الطرابلسي قام بتغييرات بخصوص التشكيلة التي ستدخل هذه المباراة. إذا من خلال آخر تدريبات المنتخب التونسي سيتم اختيار أنيس البوسعيدي بدلا من بلال العيفة، وإقحام المهاجم فخر الدين بن يوسف بدلا من عصام جمعة، وأيضا وسام يحيى بدلا لمجدي تراوي. برأيك بهذه التشكيلة كيف سيكون أداء المنتخب التونسي أمام نظيره الكوت ديفواري؟ صراحة حتى في تصريحات وسامي طرابلسي أكد أن هناك العديد من الأخطاء قام بها المنتخب التونسي خاصة على مستوى الدفاع في مباراة الجزائر، ويأمل أن يقع إصلاح ما صار من أخطاء ومن السلبيات التي طرأت له في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي عندما واجهته للجزائر. فخر الدين بن يونس هو لاعب ينشط في البطولة التونسية في النادي الرياضي صفاقسي بالتحديد، وهو حديث العهد ايضا بالنادي الرياضي صفاقسي، يعني منذ موسمين يلعب في الدوري القسم الثالث في تونس. هي فرصه كبيره ليه، وهو يعني ربما عديم الخبره لكن امكانياته كبيره جسمانيه وبدنيه، وهو مؤهل بان يكون مفاجاه المنتخب التونسي، مفاجاه ساره في هذه الدوره خاصه بعد اصابه عصام جمع. وسام يحيى هذا مطلب جماهيري، مطلب حتى الفنيين في تونس طالبوا ان وسام يحيى يكون في التشكيل نظرا لدوره الدفاعي ونزعته ايضا الهجوميه. ايضا بالنسبه ل العديد من العناصر اللي مثلت نقاط استفهام كبيره، الهيشي لم يكن يعني على مستوى كبير، ايضا بالنسبه لايمن عبد النور في وسط الدفاع هناك مشاكل كبيره. اتمنى وارجو ان يوفق المنتخب التونسي في تعديل اوتاره، في اعاده التناغم بين الخطوط الثلاثه. المنتخب التونسي باش يلعب ثلاثه لاعب ارتكاز مع سامي طرابلسي ديما يلعب 4-3-2-1، خمسه لاعبي في وسط الميدان عند افتكاك الكره. مقابله صعبه جدا، المنتخب الايفواري بدنيا افضل من المنتخب التونسي، ولابد من وضع في الاعتبار الحراره والطقس الموجود في جنوب افريقيا، وهذا ما يشتكي منه اللاعبون طبعا، باش يكون يعني مؤثر جدا. المنتخب التونسي لو كان في يوم ولو قدم اللاعبون مباراة كبيرة ومباراة بطولية ومباراة استثنائية ينجم يحدث نتيجة إيجابية، لكن منتخب متمرس مثل منتخب الإيفواري أعتقد صعب هزمه. أنا نقول صراحة إذا المنتخب التونسي يخرج بنتيجة تعادل أعتقد نتيجة جيدة، سيكون تعادل تاسع يعني في هذا البطوله، يعني تعادل تاسع. انت قاعده كل يوم تحسب لنا ست تعادلات امبارح، سبعه اليوم ثمانيه مع تعادل طبعا زامبيا ونيجيريا، وان شاء الله على كل حال انك تونسي يجي تعادل. اي وانت كل ما تحلم تجي حلمه غير التي تمنيتها. يعني انا نحب نقول ما كل شيء يتحقق بالاحلام. ان شاء الله نكون واقعيين. صراحه الكره العربيه في حاجه الى انتصارات. المنتخب الجزائري امام فرصه كبيره ربما يستغل المشاكل الموجوده في المنتخب المنافس والعلاقات المتوتره بين اللاعبين وسوء التفاهم الموجود بين المدرب واللاعبين، هذا عامل قد يخدم المنتخب الجزائري في هذه المباراه. المنتخب التونسي مطالب ان يؤكد ان هزيمته او انتصاره امام المنتخب الجزائري لم يكن من سبيل الصدفه، اكيد ما لعبش مباراه قويه، اكيد ما كانش في مستوى على المستوى المردود. حاجه هامه ناكد عليها، جماهير المنتخب التونسي كلها كانت مقتنعه المنتخب التونسي لم يؤدي الاداء المنتظر امام الجزائر، لكنه حق انتصاره هذا الاهم. فاعتقادي مقابله صعيبه ولابد من مجهود مضاعف لتحقيق انتصار او نتيجه طيبه نحن في اشد الحاجه اليها في هذه الفتره. نعم طبعا مختصر حديثك انه صراع وسط ميدان سيكون في هذه المباراه، ولكن نتحدث عن المباراه الثانيه وهذا المساء مباراه الجزائر. كابتن، كنت انا اسال عن التوازن الدفاعي بمختصر الحديث، كيف سيلعب الجزائر مع مطالبته بتحقيق الاهداف ومع الدفاع الهجومي ومع تسجيل الاهداف التي جاءت في المباراه الماضيه وقله التركيز التي حضرت في نهايه المباراه؟ عبد العزيز، احنا نتحدث عن المنتخب الجزائري وكيف سيلعب، ولكن لا ننسى المنتخب الطوغولي هو ايضا في فم المدفع. صحيح. هو كذلك خسر في المباراه الاولى، اعتقد سيلعبان بنفس الكيفيه، النزعه الهجوميه ستكون موجوده ذهنيا وحتى فوق ارضيه الميدان. انا اتصور واعتقد واتوقع وانتظر بان المنتخب الجزائري سينتفض اليوم، ينتفض معنويا وفنيا وينتفض ايضا حتى بسيكولوجيا، لانه عارف الضغوطات الموجوده عليه.
واعتقد بانه سيلعب مباراه كبيره اليوم. النتيجة ضروري أنها تكون في صالحه مستغلا الظروف اللي تحدثت عليها. نعم. ظروف الصعبة للمنتخب. نعم. الطوغولي. عموما سعدنا خلال هذا الصباح مع ضيوفنا الكرام خلال الساعة والنصف، كانت سريعة جدا، استمتعنا بالآراء وبالطرح وأيضا بالتنوع في المواضيع لهذا الصباح. نشكر الكابتن حفيظ الدراجي ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق والصحة هذا المساء، والتوفيق أيضا المنتخب الجزائري، وأيضا نشكر الكابتن عادل بهلال الناقد الرياضي التونسي، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب التونسي في هذا المساء إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا مقول إليكم يا وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. إذن طبعا شمسنا عبد العزيز تشرق غدا في نفس المكان والزمان. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. إلى اللقاء.